ركنية، الكرة الثابتة حل مهم جدا بنتكلم عنه منذ الدقيقة الأولى. ناصر يلعب على القريبة على طول لعبد الكبير الوادي لناصر ماهر اللي جاي من تحت عمر كمال. عمر هل يسدد؟ عمر 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 تصويبة جول يا ولد يا لعيب. لا 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 عالمي يا ولد يا لعيب، وبالتخصص عمر كمال عبد الواحد. لا قوة ايه وإصارة ايه وهدف ايه عمر كمال عبد الواحد. الله 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 عليك يا ولد، جملة ايه وتمريرة ايه من الكرات الثابتة اتكلمنا عنها كتير، قالوا لا يستنى وتصويبة تسديدة رائعة، هدف رائع، هدف عالمي من عمر كمال عبد الواحد. اي تصويبة اي قطة واي لمة يا ولد يا لعيب في الزاوية البعيدة، لعب الكورة بتصويبة من ناصر لعبد الكبير الوادي ومن الوادي الوادي البعيد، ولكن الركن ابدا ما كانش هادي لعمر كمال عبد الواحد في لعب وتمرير. انطلاقة من على الاطراف لصالح مودرن فيوتشر، يقف ويستنى علي زعزع لمحمد صادق، صادق يلعب على طول في نص الملعب تمريرة فتح الله كماتش اللي يطلع ويعدي ويطلع الكرة الوسط ملعب طلائع الجيش، مرة تانية ترجع لعمر كمال عبد الواحد يا ولد لعيب بوش القدم لعبد الكبير لمروان ختل نفسه هيسدد يسدد جول. هو 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 مروان محسن يا ولد يا لعيب على كورة الثاني، رائع رائع رائع، قاتل الهدف الثاني لمروان محسن، خدها لنفسه، عدى فتح زاوية للتصويب للتسديد، يسجل ثاني اهداف اللقاء. نام يا سيدي نام، سجل يا سيدي سجل، اي فرحة واي قوة لمودرن فيوتشر، لا قوة ايه وروعة ايه واثارة ايه عبد الكبير الوادي بفنت بتمريرة لمروان محسن. الله يا ولد يا لعيب، تصويبة تسديد على يسار الحارس يسأل عنها خط ظهر طلائع الجيش، توهان توهان لخط ظهر طلائع الجيش يعاني في كورة الثاني.